يعطيكم الصحة والعافية. اسألني تسعة اسألني تسعة فبقيت لا أطول عليكم لأن أتوقع وايد أسئلة يتني بسألي ثمانية، فخرد عليكم إن شاء الله على أسئلتكم قدر المستطاع، أسئلة متكررة مرة ثانية، والأسئلة اللي قاعد تجيني بالتويتر والله قاعد عليكم أول بأول، إذا في شيء بوشته صايم وايد فطوفولي، فخلنا نجاوب على طول على أسئلتكم فيديو اسألني تسعة. السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي يكون تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب، جزاكم الله خير إن إحنا وصلنا هالمرحلة بأقل من شهر من فتحنا قناة جديدة، فإن شاء الله معاكم مستمرين ولا راح نوقف. أبديت على السريع، في عندي كم شغلة بس ودي أعطيكم خبر فيها، إن أنا للحين ماني قادر أحط رابط حق اليوتيوب لأن يوتيوب سياستها لازم يكون القناة شغالة أو عليها أكتف أو عليها أكشن مدة 30 يوم، فإن شاء الله راح أكمل 30 يوم يوم الأحد أو يوم الاثنين هذا الجاي، فإن شاء الله أنا متلهف على إيميل يوتيوب إنه يعطوني إن أقدر أحط لكم كاستم URL، وإن شاء الله الفيريفيكيشن تي عقبها هم وقت قريب بإذن الله. وبس هذه من ناحية اليوتيوب وشو قاعد نسوي مع اليوتيوب. واحد من متابعيني جزاه الله خير شغال حاليا على إنه يبي يسوي لي موقع، فجزاك الله خير، متلهف إن أنا أشوف الموقع مثل ما أنتم يعني تبون تشوفونه، مو قاعد أشوف إيش قاعد يسوي، راح تصير مفاجأة حق الكل. جزاك الله خير على شغلك وتعبك وجهدك، ربي ما يضيع إن شاء الله أجرك. شغلة ثالثة لازم أصك سايلنت. شغلة ثالثة هم قاعد نمشي فيها، هم في موقع هم طلب مني راح يسوي مقابلة، إن شاء الله راح أدز لهم فيديو مات المقابلة، فسون إن شاء الله منهم يحطونها راح أحط لكم الرابط. وهم أوريدي يعني خوش موقع جزاهم الله خير، لهم كل الدعم والتقدير، وايد يسوون دعم حق التقنيين العرب وما قصروا جزاهم الله خير، إنهم بغوا يسوون معي مقابلة، فإن شاء الله هناك راح أدز لهم إياها، ما أدري عاد هم متى راح يحطونها بس إن شاء الله قريب راح تشوفونها معهم هناك. ف نوكيا N1 توني سويت لكم الطباعي عنه، ان شاء الله قاعد اراجع لكم اياه وهم راح احط لكم اياه. وفيديو ناس وايد قاعد تطلب ان انا اسوي لان الحين التليفون هو الحين قاعد استخدمه صراحه، اروح وارجع عليه فعلا، بس قلت اني ارجع اسوي لكم فيديو عقب ما استخدمت الجهاز عقب كم شهر. طبعا اي تليفون قاعد اتكلم عنه؟ سامسونج جالكسي S6. هذا هنا عندي جالكسي S6 ايدج لون الاخضر، وعندي S6 اللون الازرق، بس اكيد يعني ابي اتكلم عن انطباعي عن الاجهزه عقب الفتره اللي انا استخدمتها الحين، فان شاء الله ناوي ان انزل لكم فيديو اتكلم عن هالشيء بعد. ف غير الاشياء اللي انا قلت لكم راح انزل لكم اياها بسالني ثمانيه، فان شاء الله هالامور هذه كلها جايه بطريق. الحين خلينا نشوف الاسئله مالت اسالني ثمانيه ورد عليهم الحين. ما هو هاتفك الشخصي والذي تفخر باقتنائه لحد الان؟ نكسس 6 هذا تليفوني الشخصي، وهذا التليفون انا افتخر فيه اني انا للحين استخدمه صراحه من شهر 11 للحين، اكثر تليفون انا ارجع له بغض النظر عن جالكسي اس 6 والاتش تي سي 1 ام 9 لما تنزلهم تحديثات او شيء عشان لازم واحد يجربهم. صراحه انا رجعت حق جالكسي اس 6 والاس 6 ايدج عقب ما نزل لهم الاندرويد 5.1.1 والماتيريال ثيم اللي نزلت لهم روعه نار. اذا تبوني اسوي لكم فيديو اتكلم عن الماتيريال ثيم اللي نزل حق جالكسي اس 6 والجالكسي اس 6 ايدج اكتبوا لي تحت كومنت سكشن، حاضر ممنون. بس نكسس 6 هو جهازي المفضل، عمري ما راح يعني احس ان انا والله غلطت اني انا شريت الجهاز، ووايد متلهف حق اجهزه نكسس مرات سنه 2015. اخوي احمد، والله تعبت وانا اسالك وانت ما ترد، افا انا حقك علي والله العظيم كان قاعد اقرا سؤالك. ليش تصوير السامسونج في سناب شات يكون أسوأ من الايفون مع ان ارقام الكاميرا السامسونج تكون ضعف ارقام الايفون؟ وهل في حل حق هالمشكله؟ ويعطيك الصحه والعافيه، واخيرا قمت تصوير بدون نظاره. كاين نظاره بس انا مرات ما البسها لانه ما احتاج انه يعني على قولتهم اشوف شيء من بعيد او شيء او انه اشتغل على الكمبيوتر، بس النظاره موجوده صدقني. الحين انا الشاشه حاطه بوجهي عشان اقرا، مو قاعد البس النظاره، بالذات لما البس النظاره الحين قاعد يعكس الاضاءه قاعد تعكس، فعشان كذي مو قاعد البس النظاره قاعد تعورني يعني. فا اوكي خرد على سؤالك، ليش الكاميرا مال سناب شات افضل؟ لان الرندرنج مال التطبيق مال سناب شات يسوي رندرنج افضل على الايفون من الرندرنج اللي نشوفه احنا على الاندرويد، بغض النظر عن الارقام. ممكن انت تحط كاميرا 10 ميجا بكسل بس الرندرنج مالها يكون تعيس، وتحط كاميرا 2 ميجا بكسل والرندرنج مالها يكون جبار. فهذه مشكله مو من الكاميرا مالت سامسونج ولا من كاميرا ايفون، هذا من التطبيق نفسه الرندرنج اللي هو يسويه البروسيسنج حق التصوير اللي يسوي من الكاميرا الاماميه على الايفون، تطبيق وايد افضل من الموجود على الاندرويد. فهذه ما فيها مشكله عشان تنحل اذا سناب شات قرروا ان هم يسوون ابديت على الرندرنج كابابيلتيز مالت الاي بي ايز اللي موجودين عندهم على نظام على التطبيق مال سناب شات، تنحل المشكله. فماكو شيء احنا نقدر نسويه عشان نحل هالشيء. اوكي، لما يجيني اشعار ما يبطل لازم، لما يجيني اشعار ما يبطل
اوكي انت شكل عندك النوتيفيكيشن جاله اشعارات فيها مشكله، سو له مو ما بيقول لك سو له فورمات، بس سو له ريستور فاكتوري سيتنج ممكن تنحل هالمشكله، او تاكد ان انت مو حاط عقب ما سويت ابديت حق اندرويد 5.0 انك انت مو حاط انه هو ما يحط لك كل النوتيفيكيشنز اللي انت تحتاجها من ناحيه الاشعارات. راح تحصل هالخاصيه هذه موجوده بالاعدادات تحت الاشعارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد، هل تؤثر شنو اتربه على قوه الصوت ونقاوه في الايفون 6، وكيف يمكن تنظيف مخرج السماعة؟ أتمنى الرد على سؤالي. إيه إذا التراب دش بالفتحات مالت الجريلز أكيد راح يأثر، راح يسوي أنت عندك السماعات مالت التليفونات حالها حال الذبذبات اللي أنت قاعد تطلعها من أي سماعة كبيرة، فإذا تراب دش أو شيء أكيد راح تأثر، فلازم تنظفها أول بأول. بس إذا اللي قاعد يدخل داخل ما راح يطلع إلا لما تبطل الجهاز وتنظفه من داخل، فأنصح اللي تليفونه مثلا يكون يعني ممكن إنه يشوف يطيح بالتراب أو شيء كذي، نظفه أول بأول، لا تضطر أن هي تدش الأتربة أو التراب على داخل الجهاز علشان لا يخرب لك السماعة. وجميل جدا بس يسخن ويطوف الشحن مشكلة. أخي أحمد أنا اشتريت HTC One M9 وجميل جدا بس بيسخن وبيطول في الشحن، المشكلة الـ HTC One M9 يسخن صح قبل، بس الحين التحديثات اللي نزلت عدلت الأمور، التليفون ما قام يسخن، وحتى آخر تحديث نزل عدل الكاميرا، صارت الكاميرا يعني وايد أكثر من مقبول، شبه ممتازة صراحة من ناحية الأداء حتى حق الكلوس أب وحتى حق الإضاءة المنخفضة، فتعدلت الشغلة هذه. من ناحية الشحن، بدل الشاحن اللي أنت قاعد تستخدمه استخدم الشاحن اللي قاعد يجي بالعلبة، وإذا الشاحن اللي جاي بالعلبة الحين قاعد يشحن لك التليفون بشكل بطيء، بدل البلاك اللي بالطوفة شوف لك بلاك ثاني جرب وإن شاء الله تنحل مشكلتك. السؤال، ما هو أفضل جهاز لعام سنة 2015؟ سنة 2015 لحين ما خلصت، يمكن أفضل جهاز لحين ما نزل، بس من الموجود اوريدي انا سويت فيديو شنو افضل 5 اجهزه موجوده لنص سنه 2015، فشوف الفيديو هناك اكيد راح تستفيد منه. ايش الجهاز يلي تستخدمه استخدام اساسي؟ شوف هذا سؤال متكرر، وش تستخدم جهاز يعني جهازك الشخصي اللي تستخدمه دائما؟ يعطيك العافيه. اوكي توني جاوبت. يعطيك الصحه والعافيه اخوي احمد، هل النوت 4 والنوت 3 فرق كبير؟ وش تنصحني اخذ النوت 4 ولا النوت 3 ولا انتظر النوت 5؟ اكيد انتظر النوت 5، النوت 5 كلها شهرين وراح يتم الاعلان عنه بشكل رسمي. النوت 5 راح يكون احسن من النوت 3 واحسن من النوت 4. اذا النوت 5 سعره غالي، النوت 4 حاليا تقدر تحصل تليفون جدا ممتاز من ناحيه الكفاءه والمواصفات بجت وايد حلو. تليفون حاليا عندنا بالكويت بحدود ال 140 او 150 دينار بدون طبعا كفاله وهران او الباطين، راح تلقاه بالكفالات العاديه بحدود ال 140 150 دينار مثل ما قلت لكم، وتشز يعني جدا ممتاز السعر حق الكفاءه والتليفون اللي انت راح تحصله بهالقيمه. يعطيك العافيه احمد بوعريكي، عندي استفسار، لماذا اجهزه سامسونج بعد فتره تعليق او يجيها لاج او يهنق، الابل بعد فتره ما يعلق والسامسونج مواصفات اعلى من الايفون؟ ما له شغل التعليق من المواصفات، ابل راح تسوي دعم حق اجهزتها اول باول لانه ما عندها غير اجهزتها. ابل عندها كم ايباد، كم ايفون، كم ايباد تاج، هذي كلهم راح تحدثهم اول باول لان هي عندها الكنترول، هي اللي عندها التحكم الاساسي حق كل اجهزه ابل. فبغض النظر كم تليفون عندها، 40 50 تليفون، ابل عندها اصلا ما عندها الكثير، بس خلينا نقول عندها 50 تليفون، اكيد راح يتحدثون اول باول لان بس هذي التليفونات عندها. اندرويد على سبيل المثال 50 تليفون يمكن تم الاعلان عنه من اول ما بلشت الفيديو للحين من واحده من الشركات الصينيه، او 50 تليفون نزل بس اول سنه 2015 بس من سامسونج. ف اندرويد ما راح يكون التحديث عليه اول باول بالاجهزه اللي ما تدعمها جوجل اساسا نفس اجهزه النكسس. فسامسونج قاعد تسوي الحين قدر المستطاع تعدل سياسه التحديثات، شفناها مع جالكسي اس 6 حاليا تليفوناتي عليهم اندرويد 5.1.1 غير النكسس، وهو سامسونج جالكسي اس 6 والسامسونج جالكسي اس 6 ايدج والال جي جي فليكس 2 اذا ماني غلطان. فما عندك تليفونات وايد الحين قاعد تتحدث اول باول غير تليفونات سامسونج الفلاج شيب ديفايسز مونوتوم، التليفونات الرئيسيه مالت سنه 2015. فبعد سنه كم سنه، 3-4 سنين لقدام، ابل الحين قاعد تحدث ايفوناتها، بس سامسونج ما راح تحدث تليفوناتها لانه اوريدي نزلت تليفونات جديده، وتلقى الشروط مالت الهاردوير او العتاد الصلب مال الجهاز ما يطابق مع النظام التشغيلي الجديد، فمع مع وايد كبيره. فعشان كذي انا عاده انصح ناس انها تاخذ تليفونات نكسس تكون اندرويد خام، التحديثات هي اول باول والدعم راح يستمر من جوجل على الاقل 4 سنين لقدام، فحاله حال الايفون من ناحيه التحديثات. فعشان كذي التليفونات تتعلق وتهنق عقب فتره بغض النظر ان مواصفاتها وايد اعلى. ما استعملت اي نظام ثاني بس اوكي، انا من محبين اي او اس وما استعملت اي نظام ثاني، بس في الفتره الاخيره شركه سامسونج قامت تنزل مواصفات احسن بوايد من شركه ابل، وانا حبيت اني اغير من ابل الى سامسونج، بس كنت خايف اني اشتري الجهاز وما يعجبني النظام التشغيلي، ايش تنصحني؟ سويت خوش مقارنه ما بين الابل ايفون 6 والسامسونج جالكسي اس 6،
يعني اتمنى ان تشوفها، وهناك راح تحصل كل الاجوبه اللي انت تحتاجها والشغلات اللي انت قاعد تتساءل عنها. بس اذا بتعمق اكثر من ناحيه الناس اللي تحول من ايفون لسامسونج او من سامسونج لايفون، وليش اقول ايفون لسامسونج سامسونج لايفون؟ لان احس ان اكثر الناس تقلب ما بين هالشيئين. اللي عنده ايفون مده طويله، ناس وايد انا اعرفهم بالذات بالدوام مثلا عندهم ايفونات، فجاه لما نزل جالكسي اس 6 كنت اشوفهم يشيلون جالكسي اس 6 لانه صراحة مغري تليفون، يعني من ناحية الشكل وايد شكله حلو، من ناحية المواصفات وايد شكله قوي، فسعر رمزي هم نفس الوقت من ناحية انت شنو اللي قاعد تحصله او مقارنة باللي قاعد يدفع اساسا حق الايفون. فعشان كذي انا اتوقع هم قاعد يحولون، واللي قاعد يحول من سامسونج لايفون لانه زهق مل ان التليفون مال مثلا عقب كم سنه يعلق، مو حاله هو كل سنه لازم يشتري تليفون. في ناس وايد تشتري تليفون تنسى سنتين ثلاث ما تشتري تليفون، وهذول الناس عامه عندها تليفونات مثل الايفون. فاكيد هم نقلتهم قاعد تصير حق اسباب معينه الشركات قاعد تنقصها. فانا احس عاده صدق انا احس اللي يحول من ايفون لسامسونج لانه يكون تليفون سامسونج هبه الموسم، ما يكمل معاه شهرين ثلاث ويرجع مره ثانيه حق ابل. هذا اغلبيه، انا ما اتكلم انه في ناس وايد انا اعرفهم. نسيبي على سبيل المثال لما تزوجت اول ما تزوجت كان تليفونه هو ايفون، الحين ما يستخدم غير سامسونج بالذات، ما يستخدم غير اندرويد وما يستخدم غير سامسونج، وغير حتى تليفون مرته من ايفون وهي الحين قامت هم تستخدم سامسونج. بس في ناس وايد انا اعرفها لا تاخذ سامسونج كم شهر وترد مره ثانيه حق الايفون. دش منتديات دش مزادات راح تحصل ناس وايد والله عندي سامسونج جديد برجع حق الايفون بس ما ابي ما اعرف له. واللي حول من ايفون لسامسونج او سوري هذا تحكيت عنهم، واللي حول من من سامسونج لايفون لن يكون زهق، وايد وايد زهق. بس اللي يحولون عاده ويستمرون لانه صدق انا عن نفسي هذا رايي الشخصي مره ثانيه قاعد اقول لكم اياه، لما انا استخدم تليفونات اندرويد طول السنه وبعدين استخدم تليفون ابل، لان يعني الحين على سبيل المثال بينزل ايفون 6s واكيد راح استخدمه، لما استخدمه انا احس برجعيه نوعا ما، لان انا احس في شغلات ناقصه احتاجها بالنظام التشغيلي اللي تعودت عليه باندرويد مو قاعد احصله باي او اس، فاحس ان انا خذيت خطوه لورا. واكيد ناس وايد لما تستخدم متعوده على الايفون تي تستخدم اندرويد وبالذات سامسونج بتي تقول ان شو التخلف، شو النظام التشغيلي اصلا ممل ما اعرف استخدمه، فيتعسرون يرجعون مره ثانيه حق ابل. فانا دائما احب اقول اللي متعود على الايفون خليك على الايفون، واللي متعود على اندرويد خليك على اندرويد. النقله النوعيه انك انت تحول من نظام تشغيلي وايكو سيستم لشيء ثاني انه ممكن يصير مو بتليفونات نفس الجالكسي اس 6 والايفون 6، يمكن تليفونات قدام للمستقبل. ايفون 4 كان تليفون مستحق ان انت تحول من اندرويد لاي او اس، والسامسونج جالكسي اس 3 كان واحد من التليفونات المستحقه انك انت تحول من نظام تشغيلي اي او اس لاندرويد. فهذه تليفونات كفر على قولتهم طفره تينا مثل ايفون 4 ولا نفس السامسونج جالكسي اس 3 اللي تخلي الناس وايد موج كبير يحولون من نظام تشغيلي اي او اس مثلا لنظام اندرويد او العكس. فهذا اللي انا اشوفه. اوكي سلام، انا عندي سامسونج جالكسي الفا، ساعات زيد البطاريه عندي حتى لو ما حطيته على الشارج، واذا سويت ريستارت بعد مو عارف شنو مشكلته. اوكي ما فهمت ان انا عندي سامسونج مرات ما حطيت. اوكي خلينا نشوف اذا انا احاول افهم سؤالك. انك قاعد تقول مرات البطاريه تستمر معاك واذا سويت ريستارت تروح، يمكن المؤشر نفس الطرمبه مالت البنزين مالت السيايير، مرات المؤشر يعطيك تاشيره غلط من ناحيه ايش كثر الشارج انت يكون عندك. السوفت وير عاده تحل لك هالمشكله. السلام عليكم بشاب، يعطيك العافيه على مجهودك الرائع. الله يعافيك، يا ريت تتكرم وتشرح لنا وتعرف كم سعرها واذا امكان شرائها وتستلم. وسامحني طولت عليك والتوفيق يا رب. اعرف اذا ساعات شنو بالسيركت بريسلت، لا والله مو سامع فيها ما ادري هذه شنو، بس اقرا عنها عقب هالفيديو راح اقرا عنها اشوفها. ليش شركه جوجل ما نزلت اندرويد 3 مثل ما اعلنت عن اندرويد 4 واندرويد 5 لوليبوب؟ اندرويد ما شقحت اندرويد 3، اندرويد 3 اسمه اندرويد هونيكوم، هونيكوم كان مسوينه حق النظام التشغيلي حق يكون حق التابلتس، ونزل على الموتورولا زوم كان اول جهاز ينزل عليه، وكمل على التابلتات منهم ايسوس ومنها سامسونج. بس مو ان هي شقحت النظام التشغيلي 3.0، بس انه كان حق الاندرويد تابلتس، ما نزل هونيكوم على ولا واحد من التليفونات، كان على التابلتس فقط. وشقحوا التليفونات من اندرويد جينجبريد 2.3 لين اندرويد ايس كريم ساندويتش 4.0، فما شقحوا 3.0، كان موجود هونيكوم بس او قرص العسل، احب الاسامي قرص العسل. ما حطوا على تليفونات بس كان موجود على التابلتات. اشتراك بقناتي يا احمد وشكرا. حاضر ان شاء الله، معنا ان شاء الله حاضر
السلام عليكم أخي أحمد، لماذا يستخدمون في الأجهزة الذكية وأجهزة شنو التلفاز العديد من البلاستيك، لماذا لا يستخدمون بيكس شنو بيكسل واحد يغطي كل الشاشة بحيث تكون الصورة أوضح بكثير؟ ليش يستخدمون العديد من البكسلات؟ لماذا لا يستخدمون بيكسل واحد يغطي الشاشة؟ أخوي البكسلات ما تقدر تغطي الشاشة كلها بيكسل واحد، إذا كلها بيكسل واحد راح يصير عبارة عن لون واحد، مربع واحد. البكسلات عبارة عن مربعات صغيرة، هي تعطيك المحتوى اللي تبيه. الشاشة راح تكون عبارة عن بكسلات وايد صغيرة، أزرق أخضر أحمر، أزرق أخضر أحمر، أزرق أخضر أحمر، وكل واحد راح يكون شاب، يعتمد على التقنية LED ولا بلازما ولا LCD. فهني أنت راح يكون عندك الإضاءة مالت البكسلات كل ما زادت بمربع صغير، كل ما تعطيك نقاوة وجودة وايد أعلى. فضروري أن تكون عندك بكسلات وايد كثيرة علشان تعطيك الجودة والنقاوة اللي أنت تشوفها على التلفزيونات، اللي أنت تشوفها على التليفونات. فما ينفع سالفتك بيكسل واحد، ما يصير يا أخوي. اللي نزل على لحظة خلينا نشوف العربي إنجليزي وايد وايد ماتيريال ثيم اللي نزل. أنت قاعد تحكي عن اللي نزل ماتيريال ثيم حق سامسونج جالكسي 6. إن شاء الله إذا تبون أسوي لكم فيديو مثل ما قلت لكم كتبوا الكومنت سكشن فيديو دقيقتين ثلاثة أحط لكم السامسونج استعرض لكم جالكسي 6 وجالكسي 6 إج شلون نزلوا ماتيريال ثيم حقه وشلون أنت تقدر تخلي تليفونك يصير أقرب حق طريقة أحمد باركي. أنا جهازي سامسونج فقد رقم ال شنو الاي ام الايمي، شنو الطريقه اللي اقدر ارجع الايمي؟ يا ريت تسوي فيديو. اذا قصدك الاي ام اي اي، رقم الاي ام اي اي هو السيريال نمبر، بس طق 0 مربع 06 مربع نجمه مربع 06 مربع يطلع لك نجمه مربع 06 مربع راح يطلع لك. وانا اشحن حاولت ما اعرف اخف الحراره وشكرا على لحظه. اخوي احمد عندي مشكله في السامسونج اس 6 يصير حار اذا مسكته من حرارته شنو افكه ويطيح وما قصرت اخوي مشكور صرت متلهف اشوف مراجعاتك حبيبي ومقارناتك والله ما قصرت ومشكور وانا اشحنه حاولت ما عرفت اخفف الحراره وشكرا. اذا تلفونك قاعد يحتر لما تشحنه عندك يا مشكله بالشاحن نفسه او البلاك اللي بالطوفه. اذا انت عاده انا استخدم الشاحن السريع اللي مع سامسونج ممتاز ولا اروع، حتى اشحن فيه النكسس 6 جدا جدا ممتاز. في حراره بسيطه جدا بس مو لدرجه انه يلسع عن التليفون وهده. بس اذا انت عندك هذه المشكله ان الحراره وايد وايد قويه انصحك انك انت تبدل المكان اللي انت قاعد تشحن فيه التليفون او يمكن الشاحن عندك انت بحد ذاته فيه مشكله. وهذه مشكله انا حاشتني ايام العز لما كنت استخدم بلاك بيري جافلن بالذات بلاك بيري كيرف 8900 جافلن طاح مني طيحه وايد قويه. اذكر كنت بالعمره وطاح مني التليفون وانا قاعد اعتمر وطيحه كانت شايده معتبره الصراحه. التليفون قام يصير حار كل ما شحنه لان البورد اخترب. فالله لا يقول اذا انت تليفونك كنت مطيحه طيحه قويه وقام يحتر الله اعلم يمكن عندك مشكله في البورد. من اصور فيديو الصوت يتقدم على الصوره وش اسوي عندي جالكسي نوت 3؟ عندك انت مشكله بس بالسوفت وير، هذه عاده تصير انك انت من تصور الصوت يسبق الصوره. فعادي هذه تنحل مع مشكله سوفت وير، يمكن لو تفرمت جهازك من جديد او تسوي فلاش حق الايمج تودي حق الوكيل تنحل عندك المشكله. شيخ بارك احمد يعطيك العافيه، فكره بس ليش ما تنزل فيديو عن نفسك او تعرف عن نفسك؟ يعني انا تحب التكنولوجيا بس غير التكنولوجيا، شنو تحب عشان نتعرف عليك اكثر؟ خوش فكره، ترى الفكره ممتازه. او عندك سناب شات تستخدمه عشان يعرفون يومياتك، وش رايك؟ جزاك الله خير، حاط على من البحرين. اذا انت من اخواني اهل البحرين جزاك الله خير على المتابعه والدعم. قاعد افكر صراحه، قاعد افكر بلشها صلاح حامد سوى خوش فيديو 5 حقائق عني، قاعد افكر ان انا اسوي لكم فيديو 5000 حقيقة عني. فإن شاء الله قاعد أفكر صراحة أن أنا أسوي فيديو كذي. شلونك صديقي؟ عندي سؤال، كل أكو جهاز آيفون 4S ماكو فيه اللغة العربية، أتمنى تفيدني إذا عندك معلومة أكد لي أحمل اللغة أو ما يصير. شكرا حبيبي ويعطيك العافية. النظام التشغيلي مال iOS بلش إنه يكون يدعم اللغة العربية من iOS 3.0 أو 2.0 إذا ماني غلطان، أتوقع 3.0 نوع سويد عدل إذا أنا غلطان، 3.0 إذا أنا ماني غلطان هو بلش ان الايفون يصير يستوعب اللغه العربيه. اتوقع. المهم فما له شغل الجهاز، اذا الاصدار موجود على الجهاز راح يدعم اللغه العربيه. فاتمنى اني جاوبت على سؤال اخوي احمد. تشوف كثير شنو اخوي احمد؟ نشوف كثير عند تقنيه اجانب مقارنات سرعه كاميرا واختبار شنو بنش مارك من الاخير الهاردوير في تحديد سرعه الجهاز، وتنصح نرد عليه فكره اختبارها. هي شنو اختبارها هاي بتطلع كلها
خرطي. اوكي فهمت عليك. الاجانب صح يسوون الطريقه هذه. انا عن نفسي يعني حتى ترى في وايد من ربعنا العرب، عبد الرحمن العنزي الله يعطيه الصحه والعافيه، اكس كيو 55، اي واحد قاعد يراجع حق اكس كيو 55 بالذات عبد الرحمن العنزي اكيد راح يحط لك البنش ماركس ان مالوت الجهاز كارقام، شلون الجهاز قاعد اداء، وبعدين راح يقول لك رايه من ناحيه الاداء لان الارقام مو كل شيء. انا عن نفسي اشجح الارقام، اتكلم عن رايي على طول من استخدام الجهاز، لان مو كل واحد يقول انه والله عندي انا تليفون 8 نوا 64 بت على 3.7 جيجا هرتز على ذاكره عشوائيه 4 جيجا بايت رام، راح يستوعب ان هذا تليفون سريع ولا بطيء، ما راح يدري. بس لما تيجي انت تتحكى فيها من ناحيه استخدام اكيد راح يبين عندك فرق. يعني نفس السامسونج جالكسي اس 6 على سبيل المثال، ارقامه خرافيه، استخدامه وايد سريع، بس ذاكره عشوائيه 3 جيجا بايت رام، الفري عندك بحدود 400 500 ميجا بايت، ناس وايد تتأفف شلون كذي، بس لما تيجي تستخدمه ما تحس ان هذا اصلا نقصان بالجهاز، بالعكس ما تحس فيها ان هي قاعد تاثر على اداء الجهاز نهائيا. فصح كلامك اخوي احمد، يا ريت الفيديوهات اللي بقناتك القديمه تنزلها في قناتك الجديده. والله شغال عليها، قاعد انزل فيديوهات القديمه، وحتى طحت على ملف قديم عندي، ملف قديم طلع حق فيديوهات اللي كنت اصورها ايام المنتدى لما ما كنت اصور وجهي بس اصور ايدي واصور تليفونات وما اعرف ايش، فلقيتهم راح انزل لك اياهم كلهم راح ان شاء الله ينزلون. بس وهمني على قاعد انزلهم، ما ابي انزلهم كلهم ورا بعض علشان اولا الباندويث مالي مال الانترنت ما ابي اذبحه، وعندي شغلات ثانيه قاعد اسوي لها داونلود، فقاعد انزل لكم اياها حبه حبه. اخوي احمد، يا ريت الفيديو اللي بالقناه القديمه تنزلهم في قناتك الجديده، خصوصا اي فيديو يتعلق بالنكسس 6. ان شاء الله ان شاء الله فيديوهات النكسس 6 راح تنزل ان شاء الله قريب. اصلا ما نزلت لا مراجعه النكسس 6 الحين في القناه الجديده ولا النكسس 6 بعد شهرين، ان شاء الله راح انزل لكم اياهم الحين قناه جديده. يا ريت تجاوب على السؤال، بدنا افضل تطبيقات للساعه الاندرويد، تطبيقات اللي تستخدمهم. والله يا اخوي انا ما استخدم تطبيقات على ساعه الاندرويد غير التطبيقات اللي تي عليها وغير التطبيقات اللي انا اوريدي منزلهم على تليفوني وتلقائي هم ينزلون على الاندرويد وير. فعندك كيب، جوجل كيب غير والريمايندرز اللي انا استخدمهم عليها، والبراير مال صلاتي وايد التطبيق ممتاز على الساعه، ف هذا اللي انا عاده استخدمه لانه ساعه بالنهايه ايش بحط عليها العاب ولا كالكوليتر، ابيها حق الاشعارات ما ابيها حق اي شيء ثاني. فهذه البرامج اللي انا عاده استخدمها على اندرويد وير. يا ريت اعرف انت ليه دائما شنو تريق على اجهزه ابل، بتتريق على اجهزه ابل بالرغم انها افضل اجهزه. اخوي افضل اجهزه يمكن برايك الشخصي، انا برايي مو افضل اجهزه ولا حتى قريبه من هي تكون افضل اجهزه. بالعكس تليفونات ابل احترمها، اجهزه ابل كلها عامه، لابتوبي اللي استخدمه علشان اسوي الاديتنج حق الفيديوهات هو ابل، ماك استخدم ماك بوك برو، وهذا يعني يمكن رابع او خامس كمبيوتر اشتري من شركه ابل، واكيد راح اشتري تليفونات ابل واشتري كمبيوترات ابل ومنتجات ابل كلها. بس انا برايي الشخصي مو هي افضل اجهزه، في اجهزه وايد احسن من اجهزه ابل، بس مو معناته اجهزه ابل مو زينه، بالعكس. لو سمحت ممكن تتكلم عن افضل اجهزه تابلت وعن انواع اللابتوبات الجديده والسريعه غير الماك بوك وشكرا. اوكي، هذا افضل تابلت استخدمته في حياتي، حطيت لكم المراجعه مالته موجوده حتى هني على القناه الجديده، السيرفس برو 3. هذا افضل تابلت استخدمته في حياتي من غير اي منازع، غير طبعا الحين التابلت اللي ببلش اراجعه النوكيا ان 1، خلينا نشوفه كتابلت ستاند الون كذي، غير هذا اكيد هذا هارد كور وايد اكثر، بس هذا افضل تابلت انا استخدمته بحياتي ما فيها روح تعال. بس من ناحيه ان شنو في لابتوبات جديده، في عندك الاكس بي اس ديل 13 ممتاز، الشاشه مالته اج تو اج 13.3 انشز وايد حلو، حجم اللابتوب راح يكون حجم اللابتوبات اللي تكون شاشتها 11 و12 انش، بس هو حجم شاشته 13.3 انش، جدا ممتاز جدا روعه. وعندك لابتوبات في عندك لينوفو اليوغا الجديد هم وايد حلو. عاده اللابتوبس انا افضل مره ثانيه الماك بوكس، وانت ما تبيني اتكلم عن الماك بوكس، فعندك هذول الاثنين صراحه وايد وايد قويين قوايا صراحه من ناحيه الاستخدام، هذا اللي انا حاليا قاعد يخطر ببالي. شكرا جزيلا، انا من متابعينك. لماذا نظام الاي او اس مستقر اكثر من غيره؟ لان نظام الاي او اس مره ثانيه مدعوم من شركه واحده، وشركه واحده ما تخلي احد يتدخل بهالنظام، وهي تسوي كل شيء حق هالنظام، هي اللي تشيل، هي اللي تحط، هي اللي تحدث، هي اللي تسوي كل شيء. نظام اندرويد مو مستقر مثل ما هو مستقر بالاي او اس، لان 60,000 شركه قاعد تدش بالنظام، وهي 60,000 شركه قاعد تعدل على النظام، غير طبعا الاوبريترز الموفرين الخدمات الاتصالات والشبكات برا العالم العربي مثل فرايزن، اي تي ان تي، تيلس، تي موبل،
كل هالشركات هذه تعدل بعد على نظام تشغيل مال اندرويد غير التعديلات اللي قاعد تسويها شركه سامسونج والال جي وسوني واتش تي سي، غير النظام الاندرويد اصلا شلون جايك انت من شركه اندرويد. فعشان كذي مو مستقر نفس اي او اس، وويندوز اصلا حتى استقراره اكثر من اللي موجود عندك انت باندرويد. اوكي مساك الله بالخير، يعطيك الف عافيه. بلا منافس صرت افضل من اقيم الاجهزه بشكل شنو صرت افضل من اقيم الاجهزه بشكل عام. اتمنى بس لو تعطيني رايك بالاكسونس فون. اخوي اكسونس فون صراحه وايد تليفونات راح تطلع خلال الفتره الجايه مالها يمكن تحس من ناحية الاسم أول ما تطلع. في عندك البوغي أو الدوغي اللي بينزل الحين بعدها من مصنع صيني، غير السايجس، غير الون بلس اللي طلع لنا سنة اللي طافت، والحين ون بلس 2 بعد راح ينزل شكله بيكسر السوق مرة ثانية. فشنو رأيي فيه من جهاز ما راح أقدر أقيم لك شيء غير لما أنا استخدم التليفون. على الورق شكله نار، شكله قوي، شكله وايد حلو، بس ما يندرى شنو راح يكون لما أنت فعلا أنت تستخدمه. ف ان شاء الله اذا قدرت استخدم الجهاز راح اعطيك رايي فيه بالضبط. الله يعطيك العافيه ابو عبد الوهاب. ما رايك باجهزه نكسس 5 الموجوده بامازون؟ لان راح اطلب واحد. نكسس 5 واحد من افضل الاجهزه بتاريخ التليفونات اللي نزلت. نكسس 5 من كثر ما هو قوي سووا بريشر ضغط على جوجل ان تنزل مره ثانيه نكسس 5 اصدار 2015، واحتمال نشوف نكسس 5 جديد خلال الاشهر الجايه. بس الحين سعره وايد رخيص، انت مثل ما تفضلت على امازون اذا تبي تاخذه تليفون روعه جو هيد اخذه عليه اخر اصدار من اندرويد، وراح يتم ان هم يتابعون على الجهاز يمكن 4 سنين لقدام. ف نكسس 5 واحد من تليفونات اللي جدا جدا قريبه على قلبي. اتمنى تجاوبني، طلب جهاز سامسونج جالكسي اس 6 دول بشريحتين، هل يكون دعمه بالتحديث نفس الشريحه الواحده او يفرق؟ راح يكون نفس الشيء بس راح يفرق من ناحيه الوقت. عندك الاصدار 5.1.1 راح ينزل عليهم وايد قريب، اوريدي نازل على الجالكسي اس 6 وال 6 ايدج اللي بشريحه واحده، فراح يحصلون نفس الدعم بس الدعم راح يكون مو نفس السرعه بس راح يحصلون دعم. هل تحديث الهاتف يؤدي الى بطء او يؤدي الى تحسين الهاتف وسريعه يعني وسرعته؟ اوكي ماشي، خش سؤال، لان الحين في عمر افتراضي حق الاجهزه. تليفونات قبل كانت تعطيك عمر افتراضي ما يعادل السنتين تقريبا من الاستخدام المكثف. الحين التليفونات علشان انت يدرون ان التليفونات ما يقدرون يغيرونها مثل ما كانوا يقدرون يغيرونها قبل، التليفونات الحين التغيير فيها راح يصير جدا بسيط. يمكن الطمره اللي نشوفها ما بين التليفونات مو نفس اللي كنا نشوفها قبل. احسن مثال شوف اتش تي سي 1M8، شوف اتش تي سي 1M9، بس العمر الافتراضي مال الجهاز قل، والتحديثات اللي هم ينزلونها علشان يعدلون من الجهاز والجوده مال الجهاز مرات ما تتطابق مع العتاد الصلب والمعالج والذاكره العشوائيه وما اعرف ايش اللي هم اوريدي مستخدمينها بالجهاز. فهذا قاعد يتطور، فعندك انت شيء قاعد يتطور، عندك السوفت وير يتطور وعندك الهارد وير يتطور، ومرات السوفت وير يتطور وايد اسرع من الهارد وير فتلقى انه ما يصير في انسجام، فيوقفون التطوير مال السوفت وير على جهاز معين لان الهارد وير صار ما يستحمل السوفت وير الجديد. ما راح تصير العكس من ناحيه ان الهارد وير يصير وايد احسن من السوفت وير، لان بالنهايه هذا هارد وير ما راح ينزل عليه شيء. ناس وايد انا الحين اعرفهم عندهم الايفون 3 جي اس والتطبيقات اللي تنزل عليهم او التحديثات اللي قاعد تنزل عليهم مو اخر اصدارات اللي موجوده، واكيد راح يحسون ان هم ابطا وما راح يكون ادائهم نفس التليفونات الايدد. فانت بالنهايه راح تكون تحت رحمه المصنع اذا هو راح يسوي دعم حق العتاد الصلب او المعالج والذاكره العشوائيه ما اعرف ايش اللي كان موجود على جهازك القديم من ناحيه تحديثات جديده. فعشان كذي مرات عقب فتره طويله تلقى الايفون 5 مثلا او الايفون 4 اس متنزل عليه نظام تشغيلي جديد مال اي او اس، خلينا نشوف اي او اس 9 مثلا شلون بيشتغل على ايفون 4 اس، هل راح يكون نفس الشغاله نفس طريقه الاي او اس 7 على الايفون 4 اس ولا نفس الايفون 4 اس على الاي او اس 9؟ تخربطتك صح؟ فاكيد هذا الشيء راح يكون ملحوظ من ناحيه التليفونات القديمه والتطويرات اللي قاعد تصير من ناحيه تحديثات حق انظمه تشغيليه. احمد متى بينزل هواوي ميت 8؟ والله الاعلانات والتسريبات قريب، يمكن بايفا، يمكن مؤتمر ايفا تاريخ 4/9 يمكن نشوف هواوي او واوي تعلن عن الميت 8. السلام عليكم، انا عندي مشكله في جهازي وجهازي جالكسي اس 6، كل ما اشحنه يصير حار وسخن. اوكي توني تكلمت عن هالشيء. السلام عليكم، كيف اطور نظام جهازي الى احدث نظام اندرويد وجهازي هو جالكسي اس 4؟ روت، اذا ما وصل لك تحديث للحين سو روت. اذا تبي عن التحديثات حق جالكسي اس 4 ادري ان في ريجنات معينه اوريدي نزل عندهم اندرويد لولي بوب، بس ما ادري انت ريجن مالك وين، وهذا احنا كنا نتكلم عنه سامعت سالفه سامسونج قبل شلون انا اطول بالتحديثات ما زدت التحديثات اول باول بسبب التاتشوز. انا من الناس لما كان عندي سامسونج جالكسي اس 4 حولت جوجل بلاي اديشن، تليفون
كان قوي لما صار جوجل بلاي إديشن بلاستيك بس جوجل بلاي إديشن. أحمد جزاك الله خير على مجهودك. سؤال بعد بعيد عن التقنية، بدي أسألك عن شنو خزانات باتمان اللي بتكون عادة موجودة خلفك، من وين حصلت عليها؟ ومشكور أخي مسبقا. خزانة باتمان اللي عادة أصور أنا أكون منك الحين، أنا غير مكان اللي أصور فيه. شاريها من بوتري بارن كيدز، محل بوتري بارن مال كيدز. صدق أو لا تصدق، يوم شريته كان ريا قاعد يقول لي حق ولدك يحب باتمان، قلت لا حقي أنا، أصلا ما كان عندي ولد بذاك الوقت، قلت حقي أنا أحب باتمان، بطشدي كأنه بس لي أهالي يشترون باتمان. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد أحب أسألك عن رأيك في الهواوي أونر 7. تليفون متواضع، هذا أحسن شيء أنا أقول لكم إياه، لأن هواوي صراحة عندها مصنعية وايد قوية، والنظام التشغيلي مالهم لك عليه لأنه مو قاعد يجي له إصدارات أول بأول، فتليفون متواضع صراحة سعره فيه. أحمد نبي فيديو تستعرض فيه تطبيقات هاتفك، توني نزلت فيديو أمس من قبل كم ساعة، يوم نزلت فيديو عن لما أنا يعني بالقناة القديمة تكلمت عن برامجي المفضلة، تطبيقاتي المفضلة على النظام التشغيلي مال أندرويد، مع تاريخ بسيط عن نظام أندرويد وتليفونات النكسس، فتحصله هناك. أحمد خلينا نشوف، من أفضل من وجهة نظرك سيري جوجل ناو ولا كورتانا؟ جوجل ناو. ليش أحب جوجل ناو؟ لأن جوجل ناو تعرف اللي أنا أبي قبل أنا أقول له أن أنا أبي أو أن أنا أحتاجه. لما أنا أقعد من النوم الصبح يوصلني ألارم يقول لي أن ترى طريقك للدوام راح يكون زحمة، أنا ما طلبت من التليفون، هو ردي أعطاني هالإنفرميشن لأنه يدري كل يوم صبح أنا أقوم أروح الدوام. لما يجي يوم الجمعة يقول لي ترى الطريق من بيتك لبيت أبوك مثلا يأخذ هالكثر، لأنه يدري زوارة أنا عندي عند الوالد إن هالكثر وقت، فيقول لي السبت يقول لي إذا بروح زوارة بيت أهل زوجتي مثلا. فجوجل ناو يعطيك هالأمور هذه كلها، وجوجل ناو بروح يدش إيميلي ويطلع حجوزاتي ويدري متى أنا أسافر، ويطلع لي البوردينج إذا أنا كنت أريد مطلع البوردينج أونلاين. فهذه الأمور كلها أنا أشوفها بجوجل ناو، ما أشوفها بسيري. بس من بعد جوجل ناو شنو أفضل، سيري ولا كورتانا؟ كورتانا. ليش أحب كورتانا أكثر من سيري؟ أولاً اسمها كورتانا. كورتانا اللي ما يعرفها هي الأوركل مالت لعبة هيلو. هيلو لعبة وايد قوية موجودة على الأكس بوكس من شركة بونجي اللي شركتها ويندوز عقب ما باعتها أبل. أصلاً هيلو بلش على أبل، معلومة للجميع إذا ما كان يدري. فكورتانا هي الأوركل، بغض النظر عن اسمها كورتانا تعطيني إنفورميشن نفس اللي يعطيني إياه جوجل ناو، بس مو بالسلاسة اللي هي تعطيني إياها جوجل ناو. بس كورتانا تعطيك ديجيتال أسيستنس أكثر من اللي يعطيك إياه جوجل ناو. يعني جوجل ناو ما تحس إنك أنت كأن عندك سكرتير تحاكي ويرد عليك، مع إن أنت تقدر تكلم جوجل ناو ويرد عليك، بس ما عنده هذا الكاركتر. يعني أنا ما أحس إن تليفوني شخص أنا أكلمه ويرد علي. كورتانا لا، بالعكس أنت تحس بهالشيء وتقدر تكلمها بنفس الطريقة اللي أنت تتكلم فيها سيري وترد عليك بنفس الطريقة مالت سيري. بس عيب كورتانا شيء واحد، إن هي تعتمد على بينج حق كل المحتويات اللي انت تحتاجها من النت. بينج لانه من شركة مايكروسوفت، وانا ما احب بينج مو لانه من شركة مايكروسوفت، بس يعني وايد شركات انا اشوفها اقوى من بينج. يعني من بعد جوجل اذا بسوي سيرش عادة ادخل ياهو او ادخل هاتبات ولا ميتا كرولر، ف وايد في اماكن غير بينج ادخل لها. وبالختام احب سيري ثالث شيء، لأن سيري مع أنه هما بلشوا شغلة مع سيري، وأذكر كان في مقابلة حق ستيف جوبز بسنة 2009 إذا ماني غلطان، كانوا قاعد يقولوا له أنتوا توكم شريتوا سيرش، شركة سيرش اسمها سيري، وقال لهم أنه لا هي مو شركة سيرش، هي AI يعني Artificial Intelligence أو ذكاء مختلق، صح؟ ذكاء مختلق، Artificial مصنع، ذكاء مصنع. فهم قاعد يقولون انه هو ذكاء مصطنع او مصنع، هم مصنعين الذكاء، ذكاء مو صجي يعني. فسيري عيبي انا صراحه مع سيري ان اذا سالته شيء هي مو عارفته لازم ترد عليك، فهم يبون يحسسونك ان هي ديجيتال اسيستنس. فمن هالناحيه هذه ناس وايد اذا هم يبون تليفون يسولفون معاه اخ سيري او كورتانا، لان جوجل ناو ما راح يسولف معك، جوجل ناو تساله ويجاوب، واذا انت ما سالته راح يعطيك شغلات انت تحتاجها. سيري وكورتانا لا، كنا سكرتير عندك وانت تحاكي ويرد عليك. يعني سيري مثلا اسالها تتزوجيني، يقول لها تتزوجيني، ترد عليك تقول لك ثانك يو ما ادري ايش. فانا استملق هالشيء، بس ناس وايد عندها هالشيء ضروري ومهم. بس الحين مع الاصدار الاخير مال اي او اس اللي هو اي او اس 9، وايد قاعد يتكلمون عن السبوت سيرش انه تعدل، فالمفروض سيري تعطيك محتوى قريب من اللي احنا قاعد نشوفه اوريدي على جوجل ناو. بس اوريدي هم اندرويد ام راح يعدل لك جوجل ناو بشكل مو طبيعي، عندهم الحين جوجل كاردز، وعندهم الحين شغلات انت من تسوي كليك من اي مكان انت موجود على الصفحه تسوي سوايب لفوق راح تعطيك انت شغلات كنت تحتاجها تسال عن جوجل
من الشاشه اللي انت فيها، ما لازم انت تطلع من الشاشه اللي فيها وتروح حق تطبيق جوجل ناو عشان تسوي اللي تبيه. حركات وايد حلوه. اكبر بطاريه وشاشه لكن اهمل الكاميرا الرام والسي بي يو. حاب هاتف ذكي في حدود 350 دينار استعمال في الالعاب، يعني احتاج اكبر بطاريه وشاشه مقبوله لكن اهمل الكاميرا والرام والسي بي يو، ماذا تنصحني؟ تليفون بحدود 350 دولار وتبي ان تكون في شاشه كبيره بس راح تهجل البطاريه، اخذ تابلت، اخذ تابلت رخيص، اخذ النكسس 9 راح تكون شاشته وايد زينه، بطاريته اللي عليها وراح يكون وايد زين حق الالعاب وارخص من 350 دولار. اخذ النكسس 9. عندي سؤال اتمنى ترد عليه، ابي لابتوب يكون قوي، شنو الجرافكس ماله او ما في فريمات، تنصحني باي واحد؟ اي ماك بوك اخذ يكون عليه جرافكس كارد اكثر من 2 جيجا بايت رام راح يكون عليه وايد وايد زين. ف اذا انت تبي شيء يكون جرافكس كارد عليه عالي علشان تسوي انتاج ومحتوى كذي اخذ ابل، بس اذا تبي جرافكس كارد عالي علشان تلعب اخذ الين وير. الين وير ممتاز، الجرافكس اللي عليه مو اقل من 4 جيجا بايت، فاخذ الين وير. من فضلك اريد ان اشتري تليفون، ما هو تنصحني؟ جالكسي اس، منزل فيديو مقارنه شوفه اكيد هناك راح تحصل جواب على سؤالك. يعطيك العافيه، ايهما افضل برنامج المونتاج، سوني فيجاس او ادوبي؟ ومن ناحيتك الجودة والدعم السهولة والسرعة والف شكر لك. انا استخدم منتجات ابل من ناحية الانتاج، والحين قاعد اتعلم استخدم ادوبي، بس قاعد استخدم افتر افكتس، فقاعد اتعلم ان انا استخدمها، بس حاليا انا قاعد اسوي الانتاج. اذا كان انتاج وايد سريع ابي اخلص قاعد استخدم اي موفي، واذا كان انتاج شوية عصلقة وابي اسوي حركات وكذي قاعد استخدم فاينل كات برو، واثنيناتهم من شركة ابل. ما استخدمت سوني فيجاس ولا استخدمت ويندوز عادة عشان اسوي انا المونتاج على فيديواتي، ف هذا اللي انا استخدمهم. بس من ناحية ادوبي عندك انت كل برامج افتر افكتس وسي اس 6 والحين صار سي اس سي على الكلاود وما اعرف ايش، وايد قوايا. اذا انت يعني تبي تستثمر فلوسك وتبي صدق تستعملهم استخدمهم، اشترهم وراح تدفع اشتراك شهري صار ما تقدر انت تشتريها، استثمر وقتك فيهم، هذا راح يكون شيء جدا ممتاز. ما هو اسباب اغلاق قناتك القديمه؟ وايد كلمت بهالشيء. اوكي، هلا اخوي احمد، على البركه القناه الجديده، الله يبارك فيك والدنيا تجارب. اي والله، وطراق الشاطر بالف، احنا عندنا بالكويت يكون غلطه الشاطر بالف، كل طراق بتعلومه، فان شاء الله ان شاء الله تعلمنا الدرس. حبيت اسالك كم سؤال. جربت الانكر شحنه مو بالسرعه اللي اتوقعها، وش افضل باور بانك وشاحن ومنزلي لجوالي ام 9؟ اول شيء شاحن منزلي، استخدم الشاحن اللي يجي بالكرتون مال ام 9، هذا ما راح يكون فيه احسن منه. من ناحيه الباور بانك انا افضل الباور بانكس مال سوني، وايد وايد زينين، بالذات اللي يكونون هم اللي فيهم انرجي افشنسي، اللي يطفي عقب ما انت ما تحتاجه وهو بروحه ينظم الامبيرات وايد افضل. بطيء من ناحيه الشحن بس يعطيك 10000 ملي امبير صافي نت، ما راح يكون 10000 وفعليا يعطيك 7000. ف انا افضل مالوت سوني، وثاني شيء افضل مالوت انكر. انكر وايد قوايه وايد زينين، فما راح يفرق من ناحيه انت اي ماركه تحتاج علشان الملي امبيرات اللي راح تطلع عشان تشحن تليفونك. بس منزلي استخدم الموجود بالكرتون، انصح الكل اذا بيشحن تليفون استخدم شاحن يجيك معك بالكرتون مال التليفون. سؤالك الثاني، ناوي اشتري جهاز 1/2 تاب او متحول؟ سعر ممتاز، شفت لينوفو وعجبني وسيرفس برو 3 بس اسعارهم مبالغ فيها. وسيرفس برو 3 هو لانه لابتوب، هو ويندوز كامل. هنا انا عندي داخل الكمبيوتر او التابلت عندنا معالج انتل اي 7 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت الهارد ديسك، 2 جيجا بايت جرافيكس كارد. فعندك هنا لابتوب كامل متكامل مو بس تابلت، وتقدر تمسكه كذي كانه هو تابلت، فعشان كذي سعره غالي. بس باقي التابلتات وين يستخدمون يعني نون موفينج بارتس؟ هنا انا عندي فان، هنا اذا سويت انا عليه تكثفت الصراحه بالشغل اسمع الفان يشتغل، هنا عندي فتحات وفي مروحه داخل قاعد تشتغل، فعشان كذي هو سعره اغلى من الباجي. بس اذا انت تبي شيء يكون ارخص من كذي اخذ ايسوس، ايسوس وايد حلوين المتحولين مالتهم، وعندك هم سوني، عندك كم جهاز من سوني وايد حلو من اللي عندهم التابلت اللي يتحولون، وهم لينوفو، فوايد وايد في كولكشن كبير من هالناحيه. هل تتوقع نشوف نبضات القلب على الايفون 6S؟ لا والله ما اتوقع ان نشوف نبضات القلب، انا اوريدي هم حاطين نبضات القلب بالابل واتش، وابل ما تحب تخلط، فما اتوقع ان موجوده. يعطيك الصحه والعافيه، ليش الجالكسي S6 ينزل سعره بسرعه مو مثل الايفون؟ لان الايفون
وايد يكذب سعره احسن من السامسونج جالكسي اس 6. اولا قبل كنا نقول من المصنعيه، بس الحين احنا نتكلم من المصنعيه، مو معناته انه راح يكذب سعره، لان الاسم ابل تليفوناتها تعمر اكثر من تليفونات سامسونج، فاكيد السعر مالها راح يتم اكثر من تليفونات سامسونج. يعني الحين احنا قبل صار له تليفون سامسونج جالكسي اس 6 ثلاث شهور نازل، وسعره اوريدي نزل بحدود ال 50 الى 60 دولار في وايد دول منهم الكويت. فالايفون صار له الحين قريب السنه نازل، وسعره نزل يمكن 20 الى 30 دولار كل مكان في العالم. ف لان التليفون يعمر معك اكثر، فاكيد الفاليو ماله راح يكون اعلى. وبعدين لا تنسى اسم ابل يسوي شغل. احمد الله يعطيك العافيه، هذه المره يمكن الرابعه اسالك. والله سامحني يا اخوي، والله انا هالمره شفت وش سويت، هالمره حركه جديده قاعد اسويها صدق، في وايد اسئله بس قلت خل مزج، خل نشوف اقراهم مع بعض عشان اقراهم انا بروحي، بعدين تقولون يمكن انا طوفت كم سؤال. احمد يعطيك العافيه، هذه المره يمكن رابعه اسالك بس ما القى جواب. شنو تقول عن مستقبل نوكيا، وشنو متوقع في اول باك لها، وشلون حتكون الاجهزه؟ توني تحكيت عن هالشيء فيديو مال انطباعي عن نوكيا ان 1، هناك راح تلقى كل الاجوبه اللي انت تحتاجها. مش محتاج اسال، شفت كل فيديوهاتك السابقه مقبول القبل، مجاوب على كل شيء ممكن يخطر على بالي. شكرا، جزاك الله خير. استاذ احمد، انا شريت الجالكسي اس 6 عشان شاشته والالعاب الثقيله، ولما احمل العاب ثقيله يطلع لي خطا وارجع اعيد 10 مرات لين تتحمل، ولماذا ادخل لعبه يطلع شنو يطلعون لي منها تكفى، انا احتاج تقول لي شو اسوي. الظاهر عندك تليفون فيه مشكله بالسوفت وير، لان ولا واحد انا اعرفه عنده جالكسي اس 6 صارت فيها المشكله، ويلعبون العاب يلعبون العاب نار. انا اصلا كنت ارد العب العاب بالتليفون عقب ما اخذت الجالكسي اس 6، فيمكن عندك انت مشكله بالسوفت وير تنحل مع فلاش. ودع حق الوكيل اللي عندك، قول له سوي لي فلاش حق الايمج من يد جديد، وان شاء الله تنحل مشكلتك. انزين، ما هي المصادر التي تستعملها شنو لحتى تتواصل بجديد تطبيقات الاندرويد والاي او اس؟ ماكو. انا عن نفسي اكتشف تطبيق لما ابي اسوي شيء بالجهاز وانا ما عندي اياه. يعني على سبيل المثال، جت لي فتره كنت ابي احسب ايش كثر انا قاعد اصرف فلوس بالشهر، دشيت المتجر مال البلاي ستور ودشيت ادور تطبيقات تطلع لي شلون انا اقدر احسب فلوسي واعرف ان فلوسي وين قاعد تروح. فنزلت برنامج اسمه سبندي، فكان جدا ممتاز، ما كنت ادري عنه الا لان احتجت الخاصيه. ومرات انا ادش اقرا مواقع وما اكمل اقراهم، ارد البيت ابي القى نفس المكان اللي انا وقفت فيه، وانا ابدل اجهزتي وايد، فدورت لي تطبيق وحصلت لي بوكيت. فبهالطريقه هذه انت تعرف التطبيقات، يعني ما عندي مكان معين، اكيد ادش اقرا انا بالمواقع واطالع وكذي، فممكن القى تطبيق يتكلمون عنه واصير انه افكر اوكي خل اجربه، ويمكن ارتاح له يمكن لا. بس عاده اذا التطبيق انا راح استمر معه واطول فيه واشتريه، يكون تطبيق انا فعلا محتاجه، لان انا حاولت اسوي شيء يومي او عادي بتليفوني وما لقيت تطبيق على التليفون، فدخلت الجوجل بلاي ستور او الاي او اس اب ستور ودورت عليه ولقيته واستخدمته. وش اسم الوالد الله يحفظه؟ اسم ابوي، اسم ابوي الله يحفظ والدينكم ويرحمهم برحمته يا رب العالمين. اسم ابوي خالد، خالد. يعني انا اسمي احمد خالد بعركي. احمد، اول شيء اهنيك على قناه جديده، واقول لك عودا حميدا، عندي ملحوظة صغيرة، ممكن تخفف مصطلحاتك الإنجليزية في أشياء كثيرة ما فهمت عليك، أتمنى تتقبل الملحوظة. يصدر حبي هذا، اسمع جزاك الله خير، حبك ربك ما قصرت، والله قاعد أحاول. وإذا أنا قلت شيء بالإنجليزي قاعد أكتب لكم ترجمته تحت، ما أنا قاعد ألاحظ في فيديوهات أن أنا قاعد أسوي الإنتاج ما أستوعب أن أنا قلت كلمة إنجليزية من كثر ما أقولهم، مو قاعد أكتب لكم إياها الترجمة، بس والله قاعد أحاول. إن بنفس الوقت أن أنا قاعد أتعلم شيء جديد، إن هم أنا قاعد أحاول أحط المصطلحات الإنجليزية اللي قاعد أقولها أترجم لكم إياها في العربي علشان نستفيد أكثر من بعض، فإن شاء الله راح أقللهم. جزاك الله خير عداوة، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية أخ أحمد، عندي استفسار، وهو كيف أعرف أن الشاحن الموجود عندي أو اللي بشتريه يدعم تقنية الشحن السريع، بما استدل عليه من المعلومات الموجودة على الشاحن؟ أوكي، خوش سؤال. الشاحن نفسه اقرأ شوف كم إيه فيه، إذا 1.3 راح يكون أقل من 2.1، إذا 1.3 ما راح يشحن التليفون بسرعة 2.1. فإقرأ الأي، أي يعني أمبيرات، إقرأ تعرف الأوتبوت مال الشاحن نفسه، على الشاحن نفسه في وايد كلمات وأرقام صغيرة، يبها إقرأ راح تلقى 1.3 1.8 2.1 2.0، كل ما زاد الرقم كل ما يطلع لك
امبيرات اكثر عشان يشحن تليفون اسرع. بس ها هذه الخاصيه ما تشتغل على اي تليفون، مو اي تليفون تاخذه تركب عليه شاحن سريع تقول لي ليش ما يشحن بسرعه. المعالج لازم يدعم هالشيء، ومعالجات سناب دراجون قامت تدعم هالشيء من سناب دراجون 805 اذا ماني غلطان، لا من 801 اذا ماني غلطان، يدعم شاحن سريع. ف تأكد أن يكون أصلاً المعالج يدعم هالشيء قبل لا تتأكد إذا الشاحن يدعم هالشيء. يعني إذا أنت عندك تليفون يدعم شاحن سريع تحط عليه شاحن عادي ما عندك مشكلة، بس إذا عندك تليفون ما يدعم شاحن سريع وتركب عليه شاحن سريع ممكن يسبب لك مشاكل في المستقبل. ما هي الشركة الأفضل في صناعة اللابتوبات، HP أم Dell؟ Dell أم HP؟ أنا عن نفسي أحب HP، بس أدري أن Dell وايد قوية من ناحية اللابتوبات، فمو شرط اللي انا احبه هو احسن شيء، فانا اللي اشوفه دل صراحه افضل من اتش بي، بس انا وايد احب اتش بي بغض النظر ان دل احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخي احمد انا اريد شراء جهاز تابلت، هل تنصحني بالسوني اكسبيريا زد 4 ام ايباد ام جالكسي تاب 3؟ واخر عن الجالكسي تاب 3 قطه بحر. السوني اكسبيريا زي 4 تابلت او الايباد؟ الايباد راح يتم اعلان عن ايباد جديد بشهر 11 يمكن شهر 12 يعلنون عن ايباد جديد، فايباد اير 2 راح يكون سعره وايد رخيص مقارنه بالسوني. لا الايباد وايد احسن، الايباد عليه راح يكون نظام اي او اس، نظام اي او اس جدا جبار على التابلتس، التابلتس عليهم الاي او اس وايد افضل من الاندرويد على التابلتس، لان البرامج اللي راح تحصلها على الايباد راح يكونون مسوينها حق تابلت او اجهزه شاشاتها كبيره، فراح تستغل المحتوى على الشاشه وايد افضل من الاندرويد. اندرويد وايد من البرامج اللي هم حاطينهم على التابلت اصلا مرات تليفونات، فما يستغلون الشاشه والبيكسلز اللي انت تعطيك اياها زياده. ف انصح بالايباد، ما بين اللي انت قلتهم انصح بالايباد، اخذ الايباد. اخي احمد يوجد لدينا اجهزه سوني وايفون 6 بلس افضلهم من ناحيه الكاميرا. توني سويت مقارنه، خوش مقارنه ما بين السامسونج جالكسي اس 6 والاتش تي سي 1 ام 9 والال جي جي 4 والسوني اكسبيريا زي 3 بلس. لاحظتوا ان كل اساميهم حرف بعد الرقم، اس 6 جي 4 M9 Z3. هناك اكيد راح تستفيد من ناحيه هي افضل كاميرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوي احمد يا ريت لو تشرح لنا في فيديو سالني 9 عن الارقام المعالج في الجهاز، على سبيل المثال 1.5 جيجا هرتز اور 2.7 جيجا هرتز، شنو تعني هذه الارقام؟ هل هي سرعات الجهاز ام ماذا؟ وشنو فائدتهم؟ يا ريت تجاوبنا بسالني 9، انا اسمع عن هذه الاشياء والارقام بس للاسف مو فاهم شنو الدول كور وكواد كور وما هو ايضا. اوكي تكلمت عن هالشيء مع اخوي نواف السويد، سوينا فيديو نتكلم عن عتاد الصلب، بس الحين بعطيك مره ثانيه ملخص. كواد كور دول كور هذيل النوات، كل ما زادت النوات كل ما راح هي تزيد العمليات اللي انت ممكن تسويها بالخلف. فاذا تليفون راح يكون 8 نواه راح يكون عباره عن يا 8 نواه صج يا يكون 4 نواه 4 نواه، عندك بروسيسورين شغالين. اذا انت راح تسوي مثلا عمليات وايد خفيفه تستخدم هالاربع نواه وهذول يكونوا نايمين علشان التليفون ما يستهلك البطاريه والطاقه. اذا بتسوي شيء يكون وايد قوي ممكن انت تطفي هذيل ويشتغلون هذيل الاقوى علشان التليفون ما يستهلك بطارية، وإذا بتسوي شيء كان وايد مكثف الأربعة يشتغلون كلهم مع بعض فيصير أنت عندك 8 نواة بروسيسور. خلينا نقول الحين نتكلم عن ربع النواة، خلينا نقول عندك بروسيسور معالج ربع النواة 2.7 جيجا هرتز، شنو يعني؟ الجيجا هرتز هي السرعة اللي هي راح تسوي لك الأمر اللي أنت راح تطلبه من الجهاز، فكل ما زاد سرعة الجيجا هرتزات راح يكون السرعة مالت النواة أسرع عشان تعطيك العملية أنت تحتاجها. فالحين احنا على سبيل المثال نتكلم عن العتاد الصلب أو الـ A8 chip A7 chip الموجودة بالآيفون 6 والآيفون 6 بلس، راح تكون هي ثنائي النواة على 1.5 جيجا هرتز على ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، معناته على معمارية 64 بت. فمعناته أنت الحين راح يكون عندك دوي كور بروسيسور الجيجا هرتز ماله راح يكون 1.5 و64 بت، فعندك اثنين كل واحد يكون 32 بت، ال 32 بت كل واحد راح يسوي العملية اللي انت تحتاجها. اذا انت مثلا تبي تبطل ملف وهذا الملف راح يكون حجمه 1 ميجا بايت، 1 ميجا بايت قسمها على 32 بت راح تعرف انت ايش كثر كم جيجا هرتز كم مره راح يروح ويرد علشان هو يشغل لك المعالج عشان يعطيك المحتوى اللي انت تبيه. فكل ما زاد الرقم مو معناته الاداء راح يصير افضل، يعني اذا انت تجيب دول كور 32 كواد كور 32 بت مع دول كور 64 بت راح يكون راح يكون الاداء تقريبا نفس الشيء، بس اذا جبت انت كواد كور 64 بت وجبت دول كور وكواد كور 64 بت اكيد
راح يصير في فرق من ناحية السرعة اللي أنت راح تحصلها من ناحية الجهاز. فأنت أخذها قاعدة، إذا كان دول كور، إذا ما كان 64 بت هذا راح يكون المينيمم، هذا البيسك، راح يكون 32 بت هذا شيء خلاص من الماضي، ما راح نشوف الحين تليفونات دول كور 32 بت، راح نحصل دول كور 64 بت أتوقع على قدام بالمستقبل، راح للحين راح يكون موجود بالذات من شركة أبل. ومن ناحية كواد كور الحين احنا قاعد نشوف أكثر شيء أكيد 64 بت، بس كل الشركات من لا منازع كلهم توجهوا حق الثماني نوا. في عندك انت 808 السناب دراجون اللي نزلوا على ال جي 4 سداس النوا، بس هي تشتغل بنفس الطريقه. فكل بساطه المعادله عندك نوات وعندك الجيجا هرتزات وعندك الرامات، فهذي كلهم لازم يشتغلون بطريقه معينه علشان يعطونك المحتوى اللي انت تبيه بالامر اللي انت تطلبه بالسرعه اللي انت تبيها. ان شاء الله ما ضيعتك، وبحط تحت بالكومنت سكشن الفيديو اللي صورته مع نواف سويد لاني ما حملته مره ثانيه على قناتي الجديده، بس احط لك لينك شوفه على قناه نواف لحين موجود هناك. الله يعطيك العافيه، ما قصرت، جزاك الله خير، سامحني على القصور. السلام عليكم، كيف الحال اخوي؟ سؤال واحد، كيف الحال؟ سؤال واحد ان شاء الله الحل يمك. انا سويت باك اب للايفون ومن بعده سويت استعاده الايفون من جديد، اكو طريقه ممكن انه افتح الباك اب على اللابتوب واستعيد فقط الصور ومن بعدها احملها على الايفون، لان انا ما اريد ارجع البرامج داخل. اي وايد سهلات، ادخل بس على الايتونز ولا تسوي سينك حق التطبيقات، لا تسوي سينك حق الابس، سوي سينك بس حق الصور اللي انت اوريدي شايلهم وبس، بيرجع تليفونك بس عليه الصور، ما لازم تنزل البرامج مره ثانيه. انت بايتونز من تدخل تسوي باك اب حق جهازك، سوي باك اب حق كل شيء، بس لما تيجي تبي تسوي ريستور لا تسوي ريستور حق الابلكيشنز، لا تسوي ريستور حق اللي انت ما تحتاجه، سوي ريستور بس حق الصور مالوتك. ففي طريقه بالايتونز. السلام عليكم، ممكن احد يساعدني ويقول لي كيف اقدر اصور الشاشه تصوير الشاشه بنظام تشغيلي مال اندرويد كل التليفونات من غير اي استثناء؟ تحط ايدك على دقمه التشغيل مع دقمه اللي نقص الصوت، تضغطهم مع بعض بنفس الوقت، الشاشه بروحها راح تتصور. سامسونج جالكسي نوت 5 هل يستحق الانتظار؟ يس، يستحق الانتظار، يستحق الانتظار، يستحق الانتظار. جالكسي نوت 5 راح يجيب وايد شغلات جديده ما شفناها بالنوت سيريز من قبل. الجالكسي نوت 5 بيكون عباره عن سامسونج جالكسي اس 6 كبير مع معالج وايد اكبر، مع شاشه وايد اوضح، مع نفس الكاميرا القويه، واكيد راح يزيدون عليها مميزات جديده، فانصح وبشده. شكرا على سلسله اسالني، بس عندي سؤالين. رقم واحد، في يوم نشوف نظام لسامسونج؟ رقم اثنين، بتنصحني على جالكسي اس 6 ولا ال جي 4؟ جالكسي اس 6 ولا ال جي 4؟ شوف فيديو اللي قاعد اقارن ال جي 4 مع جالكسي اس 6 مع الزي 3 مع الاتش تي سي 1 ام 9. خوش. سؤالك الاول، راح نشوف نظام تشغيلي خاص بسامسونج؟ اوريدي موجود عندك تايزن، وقبلها كان عندنا بادا، وقبلها كان عندنا تاتش ويز. سامسونج اوريدي كانت شغاله بهالامور، وايد تشتغل ان هي تحاول ان هي تنطلق بروحها ان هي تسوي لها نظام تشغيلي خاص فيها، مع ان جوجل مو مقصره معها، بس ايه سامسونج اوريدي قاعد تشتغل على نظام تشغيلي بينها وبين نفسها. مشكور، متى ينزل ايفون 6S؟ والله الله اعلم، بس المفروض شهر 9، الحين كل الاشاعات تقول شهر 9. كلام عام، كل عام وانتم بخير بشهر رمضان، الله يسلمك ويبارك فيك، عقبال ما يوصل مشتركينك المليون. جزاك الله خير، دعوه بشهر فضيل، جزاك الله خير، ان شاء الله معاكم نوصل، نوصل باذن الله. اوكي، السلام عليكم اخوي احمد، ولا عليك امر، اذا تم اطلاق جهاز اونر هواوي اونر 7 يا ليت تعطينا مراجعه عن الجهاز. ان شاء الله تامر، اذا حصلت التليفون راح اعطيك عليه مراجعه. تامر غالي والطلب رخيص. اوكي، اتمنى تسوي وراح اكون ممنون لك مقارنه ما بين السوني والجالكسي اس 6 تم خالصه اشوفها. عندنا ايش رايك بالطابعات الخاصه بالهواتف الذكيه؟ في هذه الطابعات الصغار وايد حلوين، انا عندي كانون ممتازه، تشيك تشيك ابو هابي، دزها على البرنتر ونزل البرنت، وايد وايد حلوين، مستانس عليهم. اذا عملت الشخصيه الكرتونيه الخاصه بك، صورتك الشخصيه، ايش رايك بشخصيه الجوكر؟ وهل عندك استخدام على الجهاز نوت 4؟ انزين، اول شيء الشخصيه اللي انا مسويها، انا مستخدم برنامج اسمه وي ميم موجود على الاندرويد بلاي ستور، وايد سهل بلاش، تقدر انت تروح تنزله وتسوي شخصيه خاصه فيك. اوكي، والسؤال الثاني قاعد تسالني ان ايش رايك بشخصيه الجوكر؟ شخصيه الجوكر تحتاج، ما في باتمان بدون جوكر، ما في جوكر بدون باتمان، فوايد احب شخصيه الجوكر. جوكر ماي فيفرت فيلن الصراحه، من الشخصيات اللي جدا جدا نادره وما في مثلها، ويسوي دراسات اصلا، في ناس قدمت ماجستير ودكتوراه دراسات عن شخصيه جوكر، ف
وايد وايد شخصية أحبها. وهل عندك استخدامك على جهاز نوت 4 نكسس 6 بمعالج سناب دراجون 805 الذي يدعم معمارية 32 بت على أنظمة تشغيلية تدعم معمارية 64 بت مثل أندرويد لوليبوب بفرق في الأداء؟ لا والله ما في فرق بالأداء. النكسس 6 مالي يسوي أداء مثل الـ HTC One M9، مثل الـ LG G4، مثل سامسونج جالاكسي S6، إذا مو أحسن من هالتليفونات أصلاً حتى من ناحية الأداء، فلا ما راح تفرق. وش رأيك بجهاز لينوفو؟ وأنا جهاز بتنصحني فيه؟ لينوفو شركة جداً 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 شادة حيلة بشكل مو طبيعي، وعندها تليفونات وايد قوية، منهم الـ Vibe X2 Pro، وايد قوي التليفون، جدا ممتاز، شاشة روعة، سماعة نار مصنعية ولا أروع، كاميرا خرافية. فلينوفو داشة بشراع ومدافع على قولتهم وقوة شديدة جدا، ورح نلقى منها تليفونات وايد قوية في المستقبل. التصوير العادي يعني أوكي خلينا نشوف. استعمال أكثر شيء في الألعاب، أوكي أريد هاتف في حدود 500 دولار، استعمله حق الألعاب والفيسبوك وما أعرف إيش. أوكي بحدود 500 دولار في وايد تليفونات، عندك نكسس الحين صار رخص من 500 دولار وايد زين حق الالعاب والفيسبوك ما اعرف ايش، و ون بلس 1 صدقنا قديم بس لحي ممتاز من ناحيه الاداء، وبس هذه التليفونات صراحه قاعد تخطر على بالي، باقي التليفونات وايد اغلى من هالشيء. عندك الواوي بي 8، واوي بي 8 ممتاز حق هالامور هذه. حتى عندك ممكن اسم احسن لابتوب بمواصفات جيده وسعر معقول؟ ما في شيء اسمه احسن لابتوب، يعتمد على انت اللي تحتاجه، راح تعرف انت شنو المواصفات اللي تبونها. اللي متابعني ويتابع عبد الرحمن العنزي خلي يقول لكم سالفته هو مع لابتوبات لينوفو، خوش سالفه، كل ما قعد وياه اذا قعدت مع احد ما كان سامع سالفه اقول له تكفى عبد الرحمن عيد السالفه، لان السالفه وايد حلوه. طلبوا منه اقول احمد بعركم يقول يسلم عليك ويقول لك تكفى قول لنا سالفه اللابتوب شلون كان هو قاعد يمشي لابتوب لينوفو. افضل طريقه يرجع جوالك جديد كيف؟ مثل النوت 4 بعد 6 شهور يبطئ ويشكل، كيف اعيده؟ اوكي تليفون اذا تمسح اللي فيه كله عشان ترده مثل ما هو كان، افضل طريقه طبعا هي راح تكون اذا انت تسوي فلاش حق الايمج من يد جديد، بس هذه الشغله تتطلب انك انت تعرف نوعا ما من الكودينج، لان راح تضطر انك تسوي انلوك حق البوت لودر، تحط فلاش ايمج من يد جديد وتسوي ريلوك حق البوت لودر. فاسهل طريقه حق اي شخص انه هو يسويها فرمت جهازك من يد جديد، لان لما تفرمته تمسح اللي فيه، فعاده هذا الشيء يساعد انك انت ترد تعيش الجهاز وتعطيه عمره اطول، فسوي له فورمات ومسح الكاش. ابو شاب طلبت منك اكثر من مره من فيديو مره في سوري نوت 4 افتر ذا باز، ما ادري يعني شنو، ما ادري يعني شنو. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير عبد الوهاب، جزاك الله خير وانت بصحه وسلامه، الله يعطيك صحه والعافيه، ربي عافيك. ملاحظة، كل جهاز مصمم لتشغيل نظام معين يتوافق مع النظام، فمثلا لوميا بتصمم الويندوز لما لو انك شغلت عليه نظام اندرويد ما راح يكون سلس مثل ما هو عليه اكيد، لان حسب خبرتي المتواضعة انه بتصميم الجهاز يكون متوافر مع هاردوير نظام معين. صح كلامك، خوش معلومة، جزاك الله خير، اكيد صح. الا تليفون واحد كان عندي النوكيا N9 الله يذكره بالخير، خوش تليفون كان عليه نظام تشغيل مال ميجو هارماتن 1.2، حطيت عليه نظام تشغيل مال اندرويد وكان عليه نظام تشغيل مال اندرويد كيت كات، اشتغل بشكل مو طبيعي، بس لانه كان في هاردوير ايشوز من ناحيه مثل ما تفضلت الاعداد الصلب مو مبرمج، ما كان في له درايفرات معينه علشان يستوعبهم عشان يشتغلوا على نظام تشغيل مال اندرويد. فاكيد كل شركه لما تيجي تصنع تليفون حاطه بالها ان هي تبي يشتغل على نظام تشغيل معين، ما راح يكون يشتغل عليه نظام تشغيل ثاني حتى لما تيجي تسوي عليه هاك. حتى تليفون اقوى تليفون من ناحيه الهاك انك انت تركب عليه اي نظام تشغيلي تبي، HTC HD2 هذا تليفون المطورين من غير اي منازع ليومكم، لو تبي تركب عليه اندرويد لوليبوب راح يشتغل عليه، ناقص انك تركب عليه اي او اس صراحه. ويندوز ركبنا عليه ويندوز 925 ويندوز NT ويندوز 3.0 وغير ويندوز اللي الحين اوريدي موجود على التليفونات، غير اندرويد والنظمة مالت اندرويد والفيسز مالت اندرويد على ال HTC HD2، تليفون من ايام جيل الطيبين، واحد من اقوى التليفونات اللي عمري ما راح انساهم الصراحه. البرامج اللي كلمت شنو؟ سورتنج اللي حاطه انت بنوفا لونشر عذر ترتيب. اخوي انت تقدر تسوي الترتيب مال البرامج داخل التطبيق مال نوفا لونشر، يعني انت حرك الايقونات وين ما انت تبي داخل التطبيق مال نوفا لونشر راح تقدر انت تسوي هالشيء. اتمنى منك انك تحاول قدر الامكان انك تتحدث باللغه العربيه الفصحى. والله صعبه يعني، قواك الله مره ثانيه اتكلم، عبد الرحمن العنزي عنده مقدره خارقه انه هو يقدر يوصل المعلومه بلسان عربي فصحى
اتمنى ان انا عندي هالمقدره بس ما عندي اياها. ففيديوهاتي راح تتم باللكنه الكويتيه وشويه انجليزي. احمد وش رايك بالكروم كاست سمارت تي في ولا كروم كاست؟ سمارت تي في شيء مختلف تماما والكروم كاست شيء مختلف تماما. الكروم كاست طبعا صغيره وخفيفه وتقدر تركب على وايد اشياء وراح تقدر انت تسوي فيها وايد اشياء، بس سمارت تي في هم مخصص لاشياء معينه. الكروم كاست تقدر تحطها بجنطتك تاخذها على اي تلفزيون وتحولها حق تلفزيون يستقبل منك محتوى. السمارت تي في راح يتم ببيتكم ما راح تقدر تسوي فيه ولا شيء، فاكيد شيئين مختلفين. والله يا جماعه الخير انا اتمنى اني كفيت ووفيت، لان قاعد امشي قاعد اقرا الاسئله وايد منها متكرره، اصلا وايد من المتابعين قاعد يردون يكتبون اسئله متكرره. فبس راح اكتفي لهني من ناحيه الاسئله، راح اسكر الكومنت الحين حق اسالني 8 واسالني 9 كتبوا لي اسئلتكم ان شاء الله اردها عليكم، باسالني 10 وصلنا حق 10 فيديوهات من سلسله اسالني. جزاكم الله خير على الدعم والمتابعه، سامحونا على الاطاله والقصور، واذا ما رديت على سؤالك امسح ويا اخوي الفاضل والله نشف ريجي. يعطيكم الصحه والعافيه، نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجايه. فما الله الكريم، احمد بوريكي.